على ما يبدو أن حالة الحزن التي تعيشها الجماهير الجزائرية على انتهاء سلسلة اللاهزيمة ستستمر لمدة ليست بالقصيرة، ولكن هل ممكن أن يصل الأمر إلى وجود اتهامات بتسبب السحر في خسارة المنتخب الجزائري ونهاية سلسلة اللاهزيمة؟ بالفعل الأمر وصل إلى ذلك، وكانت عند المعلق الجزائري حفيظ دراجي، والذي لمح إلى ذلك في منشور عبر فيسبوك، والذي قال: الكرة تأبى الدخول أمام غينيا بشكل غريب ومريب، لكننا نأبى الاستسلام. كان يجب أن نخسر يوما، لكننا لن ننهزم أبدا ولن نيأس. وأضاف: منتخب غينيا الاستوائية لم يسرق فوزه، وفوزنا على كوت ديفوار يؤهلنا إلى الدور الثاني. يجب أن نخضع لأحكام الكرة ولا نتنكر لأولادنا ولا نفقد ثقتنا فيهم أبدا. لم يكن حفيظ دراجي الجزائري الوحيد الذي لمح عن تسبب السحر في خسارة بلاده، بل شاركه المستخدمون عبر منشوره. فلنتابع البعض من هذه التعليقات، وبداية التعليقات مع سامح الذي غرد وقال: يا ريت نفهم أن السحر موجود في كل الأديان، وأنا واثق من كلامي، أنقذ الجزائر من السحر. أما طارق فغرد وقال: الجزائر بلد التحديات، تتآمر علينا دول العالم، لكن نبقى صامدين يا حفيظ. بينما قال فضلاوي: إن سلمنا بأن الأمر صحيح وهناك سحر للاعبين، فعليهم رقية أنفسهم ليتحصنوا من هذا السحر. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد عزيزي المشاهد، بل خرج شخص يدعى الراقي ابن الشنفرة يؤكد أن منتخب محاربي الصحراء يعاني من السحر والعين على حد وصفه، وهو ما أثر على مردود اللاعبين وأدى لنهاية سلسلة اللاهزيمة، ليطالب مسؤولو الجزائر بالسماح له بإخراج جواز سفر والسفر للكاميرون في أسرع وقت. فلنتابع الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أخوكم ابن الشنفرة، راني شد دروك في الفيسبوك، تقول بلي يعني بالأحمر الله يرحمه ويوسع عليه، بلي كان واقف مع المنتخب وكلش، ودوك راهم زعما يناجدوا ولا يطالبوني يعني باه الروح للمنتخب، يعني كأنهم شاكين باللي فيه سحر ولا ما يشبه ذلك. هي صح أكيد أنا اللي خطيتني البالون، ولكن تبعت الماتش اليوم، يعني أكيد ماهيش غير هاك، ومشي غير سحر، سحر وعين، ولكن العين مأثرة بزاف، بالك شفتوا اللاعبين حتى في بعضهم البعض ما مش متفاهمين، مش كما كانوا يعني من قبل. المهم هذا لا يعنيني أنا، ولكن أنا نقول لخوتي أنا حاليا الله غالب، يعني ما عنديش جواز سفر، يعني لو كان نعرف باللي يخدموا لي جواز سفر في أقرب وقت مثلا غدوة، أنا غدوة نروح عادي، ما هوش مشكل. كما احنا نقولوا هذه روح وطنية، والكرة هذه يعني راح توحد الشعب الجزائري، توحد الشعب الجزائري، وهذا يهمنا كاع. ولكن انا يا خاوتي واش نقول لكم، انا لو كان نعرف اللي غدوه في نهار يخرج الباسبور نروح، وان شاء الله يكون فيها خير. ماشي نقول لكم نضمن لكم الربح ولا، ولكن كاين حوايج بزاف، وهذه خدمتي انا نعرف، يعني انا كي نشوف نعرف، خاطر كل واحد وخدمته. المنتخب الجزائري يتذيل ترتيب مجموعته بنقطة واحدة، يتبقى له مباراة واحدة أمام منتخب كوت ديفوار، فما هي حظوظ محاربي الصحراء في التأهل للدور المقبل بكأس الأمم الأفريقية؟